للقدس مكانة عظيمة لا تنفصل البتة عن مشاعر المسلمين ووجدانهم العام، ولذا عم الغضب في أوساط ثوار تعز. اليوم وفي جمعة الغضب من أجل القدس، استنكر خطيب ساحة الحرية قرار الرئيس الأمريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إن هذا القرار فضح المشروع الغربي المتآمر على البلدان العربية، ورفض السياسات الأمريكية في المنطقة العربية، ولن تتنازل الشعوب العربية والإسلامية عن إرثها الإسلامي. يا حكامنا، ندرك جيدا أنكم تملكون أوراق الضغط التي تجبرون بها أمريكا على سحب قرارها، وكل ما تحتاجونه هو استخدام تلك الأوراق في مواجهة الحكومة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. غضب ثوري شهدته ساحة الحرية بتعز بدأ في وقفة احتجاجية هتف فيها الثوار للقدس، كما رفعوا لافتات قالوا فيها بأن القدس عاصمة فلسطين ولن تكون غير ذلك. لم يكتفي الثوار بوقفة احتجاجية، بل خرجوا بمسيرة جماهيرية حاسدة رددوا فيها شعارات للقدس وحي صمود الفلسطينيين في بيت المقدس، واستنكروا الصمت الدولي والعربي تجاه ما تقوم به السياسات الأمريكية في المنطقة العربية. شغل المتآمرون الشعوب العربية بالحروب في بلدانهم كي لا تحدث انتفاضة توقف المشروع الأمريكي، لكنها حدثت رغم الحروب. الحكام العرب هم سبب ما يحدث في فلسطين، يقول هؤلاء الثوار، فهم من أيدوا الاحتلال على أن تكون القدس عاصمة للصهاينة بصمتهم أو من تحت الطاولات. عبد العزيز ذبحاني من شباب من ساحة الحرية بمحافظة تعز.